ولدنا من يوم ولدنا وإحنا صغار، الإنسان يحس إنه أحسن واحد وأحلى واحد وأقوى واحد وهلا ويحتفون به وينبسطون فيشعر بالاستحقاق ويشعر إنه جميل ويشعر إنه مقبول. ليش مش مقبول؟ لأني إذا شربت شربوا بعدي، أكلت أكلوا بعدي، يضموني، يقبلوني، يقبلوني، فأنا إذا إنسان كويس فأعرف أني أنا إنسان مرحب فيني من خلال سلوكك، وأعرف أنني إنسان جيد من خلال تعليقاتك، وأعرف أني إنسان لي قيمة من خلال افتقادك. لذلك بعض الأطفال يختبئ يشوف أحد يبحث عنه ولا لا. وعلى فكرة كل سلوكيات الأطفال يمارسها الكبار ولكن باستراتيجيات مختلفة، يعني له طرائق مختلفة، فيختبئون يشوفون هل في أحد فقدني ولا لا. طيب ولد هذا الإنسان، رحبوا في أهله، انبسطوا، شاف الترحيب، قدرات، يحس أنه يقدر على كل شيء، جوائز، ثناءات، كبر. أول ما ولد فيه شيء إذا شافه يشعره بالأمان، وإذا غاب يوتره، يكتشف بعد ذلك أن هذا الشيء هو يسمى أم. فإذا صاح جاء وجه وشاله، إذا تألم جوع ما يدري أنه جوع وألم، يروح هذا الألم عندما يحضني هذا الإنسان، فيرتبط عند الإنسان من اللحظة الأولى أن بقاء مرهون بوجود الآخرين. شوف اللحظة الفاصلة في حياة الإنسان. أوه نعم، بل قبل ذلك قطع الحبل السري هو لحظة فاصلة في تحملك مسؤولية نفسك. ما في أحد بيعطيك، أنت لازم تبدأ. لكن هو يشوف الآن، يبدأ يضيق صدره، يجي أحد يشيله، يصيح يجي أحد يشيله، يجوع يجي أحد يشيله، يبكي يجي أحد يشيله، يتألم بطنه غازات وكذا رضيع يجي أحد يساعده، فيرتبط هذا الارتباط. فترة كذا يطلع واحد للشنب، يكتشف أن هذا يسمى أب ومزعج لأنه يسوي لي شكل غزغزة ويحوسه، لكن في الأخير يا أخي مو بسيء مرة، لأنه يطلعني أماكن غريبة وشوف أشياء ما قد شفتها ويكسر القواعد، يعطيني شيء حالي ويعطيني شيء يذوقني ومدري إيش. بعدين أكبر أنا وأكتشف فيه ناس يسمون أخوان، أخواني، هو أخواني. هنا تجي لحظة فاصلة أخرى، وهي أن هذه العلاقة الاجتماعية فيها تكاليف، جب ونلعبك، استجب ونعطيك. فيصير هو يصير عنده لحظة فاصلة أخرى أني لو قلت لا أقصى، فيرتبط عندي أن طاعة الآخرين وإرضاء الآخرين تحميني، فأبدأ أستجيب لأخواني، جيب موية، أجيب موية، ما لعبك، ما أعطيك، ما أسوي كذا، فأستجيب لهم لأني أنا ما جبت موية مرة مرات، وصاروا يأكلون مساكيت ويسوون حركات قدامي عشان يقهروني. أنا ما أبغى أعيش هذا الألم، تدري شلون، خلني أستجيب لهم. ثم تكبر المساحة شوي ويصبح هذا المعيار حقي، المعيار حقي إن أهلي يحبوني ما يحبوني كذا، بس لا توسعت شوي، رحت مدرسة، توسعت شوي، جونا ضيوف. لما جونا ضيوف انقلب البيت، هذه لحظة فاصلة ثانية، انقلب، صار في تنظيف، المجلس زينا، اللمبات مدري إيش، إيش فيه، ليش صرنا إحنا أفضل الآن بوجود أحد؟ فإحنا بعدم وجود الأحد هذا إحنا ناس أقل، بوجود الأحد لازم نرتفع شوي. البس، اسبح، لا تتكلم، تنظف، زين شعرك وكذا، اجلس زين، لا تاكل، لا تمد رجلك، لا مدري وش. طيب ليش هذا كله يبغى؟ عشان الآخر. فيرتبط عندي أن إرضاء الآخر هو إرضاء لوالدي، إرضاء الوالدين معناها بقائي، معناها استفادتي. فيتضخم عند الإنسان الآخر، تضخم، يصير هو مصدر الأمان. طيب هو مشكلة الآخر وش هو يا أبو عمر؟ مشكلة الآخر الإنسان لما هذا الآخر اللي مصدر الأمان ومصدر إرضائي ومصدر إعطائي يزعل علي، أصير أنا مثل اللي داعس بنزين وفرامل فتحت رقمك أنتي، لأن مصدر الأمان تحول لمصدر ألم، مصدر خوف، شلون أرضيه، ما رضى، شلون كذا. فيبدأ الإنسان يعمم بهذه الطريقة على علاقاته مع الآخرين. من هنا تنشأ فكرة كيف أنا، من أنا مقابل الآخرين. نجي لفكرة ثانية، أنك كلما عملقت الآخرين أصبحت قزما. الأشياء لا تقاس ب، ما في شيء اسمه كبير، ما في شيء اسمه صغير، إلا عندما نقارنه بشيء. يعني هذا الكوب مثلا هو كبير ولا صغير مقارنة بإيش؟ هو صغير مقارنة بالاستديو،
وكبير مقارنة بحبة فول مثلا، فهو يكبر ويصغر بحسب ما أقارنه به. أنا الآن لما أعملق الناس أصبح قزم، لا قيمة لي في وجودهم، وعندما العكس، عندما أقزم الناس وعملق نفسي، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم الكبر. الكبر ما هو بطر الحق وغمط الناس، أنت ما تشوف الناس. طيب إيش الحل؟ الحل أني أعاملهم وأنزلهم منازلهم. إيش منازلهم؟ أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم لا ضرا ولا نفع، فكيف أن يملكوا لي أنا ضر ولا نفع؟ ولذلك لما جاء ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن مدحي شاعر وإن مدحي زين ودمي شين. قال: ما، إنما ذلك هو الله، ما عندك شيء، تخليني زين وشين والله مو بنت. ولذلك سبحان الله العظيم، إذا أحد تنمر عليك ولا أحد تكلم عليك ولا أحد ما يعني تتوقع أنه سيؤذيك وكذا، اعلم أن هذا المشهد مثل مشهد الكاميرا الخفية. تشوف الناس الكاميرا الخفية كيف يغضبون ومدري إيش، ما يقولوا الكاميرا الخفية يضحك، لأن يضحك معناها أن هذا المشهد ليس هو الحقيقة. إحنا في هذه الدنيا في كاميرا خفية أصلا، شيء أنت شو بتسوي لي يعني؟ رضيت ما رضيت، أنت هنا وأنا هنا، جئنا لنحقق ما يريده الله لنا. ما أقدر أطيحك ولا أقدر أرفعك، ما أقدر أطيحني ولا تقدر ترفعني. إذا دخلت بهذه العقلية لا، مختلف الوضع، مختلف. أنا أنزلك منزلتك. لكن ما دخل الأوزاعي وقد أمر به الأمير، يقول: فلبست أكفاني، بس أكفاني خلاص بموت. يقول: فلما دخلت احتشم الناس بملابسهم عشان الدم، خلاص ميت. يقول: لكنه أكرمني وكذا، وطلعت وقالوا له، يسألوه، قالوا: يا إمام ماذا فعلت؟ قال: لبست أكفاني، أنا خايف، زعلان، أنا عارف أنه زعلان، لكن لما دخلت ورأيته على كرسيي تذكرت الله على كرسيه، فغدا عندي كالذبابة. لا شيء، هو لا يملك نفس الشيء، النفع الضار هو الله سبحانه وتعالى. لكنك أيها الإنسان عندما تنزل الناس في غير منازلهم، أنت تعطيهم جزءا من الألوهية والربوبية. عندما تظن أن هذا بينفعك ويضرك، ومديرك بينفعك أو يضرك، والمقابلة الشخصية هي مستقبلك ورزقك ومدري إيش، وأنت أعطيتهم جزء من الربوبية. هو جاءوا، هم جاءوا ليحققوا ما يريده الله عز وجل لك. هذه الفكرة، فهذه الفكرة تنشأ فكرة احتقار الذات. فأنا عندما أنجز ويمدحوني أنا لي قيمة. أصبح الإنسان المعاصر خاصة إنسان لا قيمة له إلا باعتراف خارجي. أصبح مثل البالون يحتاج أحد ينفخ من برا، في تسريب، لازم ينفخ من برا، ينفخ ليس من الداخل، في تسريب. طيب فإذا انتفخ انتفخ انتفخ، المشكلة سيطير في مصنع من الإبر، الناس كلها ما راح تتركك، لأن هذا تورم. أنت لأن الذي نفخك هو الذي يستطيع أنه يفرقعك مرة أخرى بكلمة واحدة. ولذلك الإنسان يعلق نفسه بذاته، بمرؤته، يعلق نفسه بالله سبحانه وتعالى، يعلق نفسه بالخلق، ويترك الخلق للخالق.